مشاهدين اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. امبارح واول امبارح على السوشيال ميديا كنت تلاقي ما بين البوست والبوست حد مشير صوره السيسي عليه من الله ما يستحق وهو في الحرم ومدي ظهره للكعبه ورافع ايده بيدعي، وسبحان الله ربنا نزع التوفيق دايما منه هو وحشيته. الناس كلها بتستقبل القبله وهم بيدعوا الا ده مدي ظهره للكعبه. وعلى رأي الشاعر لما قال: وكم اعتمر الحرم أنجاس فلا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس، اللهم لا تقبل له عمره وخذه أخذ عزيز منتقم مقتدر. والحقيقة من بين ضمن بين بعض البوستات دي في بوست واحدة كانت كاتبة كومنت كده بتنتقد دعاء الناس عليه بأنه إزاي يعني تدعو أنه الله لا يقبل له توبة ولا يقبل له عمره. فالحقيقة الردود جت عليها كتير بأن لو حضرتك مكان حد من اللي سيادته شرد أسرته باعتقال أو بقتل ما كنتيش كتبتي كده، ودي حقيقة. السيسي شرد ولا زال بيشرد أسر كتير في مصر بشكل يومي. بنتكلم عن أكتر من 60,000 معتقل مصري أسرهم محرومين منهم من كل الأطياف السياسية وبالذات الإسلامية. يا حبايبي في منهم اللي محروم حتى من رؤية ذويهم خالص، لا يعرفوا مكانهم ولا هيظهروا إمتى ولا فين. وفيه يا حبيبتي اللي خدت عيالها ومقضية العيد قدام باب السجن عشان تصلي العيد هناك على أمل إن الولاد يشوفوا أبوهم يوم العيد ولو يلمحوه كده. ده غير الأسر اللي ما يتسمى حرمهم من شخص باستشهاده. ده غير بنتكلم عن 10 مليون مغترب برا البلد واللي معظمهم أسبابه سياسية. ويجي حد يقول ما تدعوش عليه؟ أمال هندي على مين يعني؟ هندي عليه وعلى كل حد ساعده وعونه وقبل ان مصر تدخل في الدوامة دي، سواء كانت من غلاء اسعار او من فقر او جهل او انحدار اخلاقي او تشتت اسري. انت خليت مصر اللي كانت ام الدنيا اضحوكة العالم. الله يخزيك دنيا واخرة ويشفي صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا امريكا ولا اسرائيل بحق كسرة القلوب دي. وان كان السيسي عايز الناس تبقى مكلومة فاحنا هنغيظه باظهار البهجة والسرور في العيد في كل بيت صاحب رسالة جاهد وصبر وتحمل وفقد حد من أسرته بأي سبب عبادة لله وإغاظة للظالمين. العيد داخل علينا بإذن الله وفيه أسر كتير مكلومة، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة، تساعد في زيارة في الطريق توصلهم مثلا، تشيل عنهم، تزورهم في بيتهم، تتفقد أحوالهم، تفسحهم فسحة حلوة يعني حسبة لله. أما الأسر اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها لكونهم أصحاب رسالة زيكوا زي الصحابة، ابتلوا فصبروا وشكروا فجعلوا أيام العيد فرحة وبهجة والسرور وطردوا الحزن والأسى. طيب هل ده يعقل؟ هل يعقل إن أنا اتبسط وافرح واتفسح وأنا عندي جرح كبير أو عندي فقيد شهيد في الأسرة؟ إزاي ندخل السعادة في البيوت؟ بعد الفاصل النهاردة إن شاء الله في بيتنا أحلى.